متابعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري على قناة رؤية. بداية، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطال العمامرة الذي يزور سوريا بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. العمامرة سلم الرئيس السوري بشار الأسد رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، وأبلغه تحياته الخالصة وتطلعه لاستعادة سوريا أمنها واستقرارها واسترجاعها لمكانتها الطبيعية على الساحتين الإقليمية والدولية. من جانبه، أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن عميق شكره وامتنانه للرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدا مشاعر المودة والتقدير والثقة التي تكنها سوريا للجزائر قيادة وشعبا، نظرا للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وللمواقف البناءة والإيجابية التي اعتمدتها الجزائر تجاه الأزمة السورية منذ بدايتها، يضيف بيان الخارجية. اللقاء شكل فرصة متجددة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون التاريخية بين البلدين، وتبادل الرؤى والتحاليل حول الأوضاع الراهنة على الساحة العربية وآفاق تعزيز العلاقات بين دول المنطقة للتمكن من رفع التحديات المشتركة المطروحة حالياً في مختلف المجالات. في ملف الطاقة، أعلن مجمع سوناتراك عن تحقيق 3 اكتشافات، من بينها اكتشافان للغاز اعتماداً على المجهود الخاص للشركة، وكذا اكتشاف للنفط بالشراكة مع شركة إيني الإيطالية. المجمع الجزائري أوضح في بيان له الاثنين أن الاكتشاف الأول يتمثل في اكتشاف للغاز المكثف بمكمنين من طبقة الديفوني، وهذا بعد التنقيب الذي قامت به سوناتراك في بئر استكشافي بعين إكر جنوب غرب واحد في رقعة البحث عين أميناس 2 بحوض إليزي. وبلغت معدلات التدفق المسجلة خلال الاختبارات 300 ألف متر مكعب في اليوم من الغاز، و26 مترا مكعبا في اليوم من المكثفات من المكمن الأول، و213 ألف متر مكعب في اليوم من الغاز، و17 مترا مكعبا في اليوم من المكثفات من المكمن الثاني، يضيف البيان. أما الاستكشاف الثالث فقد تحقق من طرف شركة سوناتراك وشريكها الإيطالي إيني بعد حفر بئر استكشاف غرد أولاد جمعة غرب واحد في رقعة البحث سيف فاطمة 2 الواقع في المنطقة الشمالية من حوض بركين. في موضوع آخر، وصلت صبيحة اليوم الثلاثاء إلى ميناء الجزائر العاصمة أول رحلة بحرية لنقل المسافرين، وعلى متنها 711 مسافراً و152 سيارة عبر الخط البحري الجديد الرابط بين الجزائر ونابولي الإيطالية على متن باخرة طارق ابن زياد التابعة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. برنامج هذا الخط الجديد للشركة الوطنية يشمل رحلتين في بداية شهر أوت ومنتصفه، إضافة إلى رحلتين في بداية شهر سبتمبر ومنتصفه. إطلاق هذا الخط البحري الجديد بين الجزائر العاصمة ونابولي الإيطالية يأتي في إطار توسيع نشاط الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين والتكفل بانشغالات الجالية الوطنية المقيمة في إيطاليا. في ملف المنشآت الرياضية، قام وزير السكن والعمران والمدينة طارق العريبي صباح اليوم الثلاثاء بزيارة تفقدية إلى ملعب الدويرة بالجزائر العاصمة، وذلك للوقوف على مدى تقدم نسبة الأشغال على مستوى المنشأة. الزيارة التفقدية لملعب الدويرة هي الثانية خلال هذا الشهر، حيث قام الوزير في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري بزيارة وقف خلالها على سير الأشغال، وأعطى أوامره للشركة المنجزة بتسريع وتيرة العمل من خلال العمل 24 ساعة على 24. زيارة الوزير العريبي يقف خلالها على سير الأشغال في الأنفاق الثلاثة،
وكذا أرضية الملعب والسقف الخارجي الذي من المقرر أن يتم الانتهاء من أشغاله مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر المقبل. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمناه لكم من قناة رؤية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.